أفحدت جيش التحرير تركز وأقصافها على جنود الاحتلال بقطاعات المحبس حوز السمارة وتويزقي. أهلا بكم مشاهدين الكرام. ركزت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماتها على قواعد وجحور وتخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار بقطاعات عدة حسب البلاغ العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني. وزارة الدفاع الوطني بلاغ عسكري رقم 232. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد هجمات جديدة ومركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار. وخلال نهار يوم الأمس الأربعاء الموافق للثلاثين من يونيو من سنة 2021، قصفت مفارز متقدمة من بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في المواقع التالية. قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة رؤوس الصبط بقطاع المحبس. قصف مكثف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة بويرتن والشاد بقطاع المحبس. قصف مكثف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة بويرتن والشاد بقطاع المحبس. قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة فدرة العش بقطاع حوزة. أما خلال نهار يوم الخميس الموافق للفاتح من جويلية من سنة 2021، فقد قصفت وحدات من جيشنا المغوار جحور قوات الاحتلال في المواقع التالية. قصف متواصل استهدف قوات الاحتلال بمنطقة خنقة حرية استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة العرية بقطاع المحبس. قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة العقد بقطاع المحبس. قصف مدمر استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة العرام بقطاع تويزقي. وتستمر هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأقحاح مستهدفة قوات الاحتلال المغربية التي تتكبد يوميا خسائرا فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار. حرب التحرير تضمنها الجماهير.